إذا فضيلتكم ليلة القدر ليست ثابتة أو مقدرة في يوم معين، إنما تتنقل بين ما تتنقل. قال بعض العلماء إن ليلة القدر تتنقل، وهناك طريقان لفقه المسألة عندهم، يعني عند أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنها ليلة ثابتة، وهؤلاء الذين يقولون إنها ليلة ثابتة اختلفوا في تعيينها، وجمهورهم على أنها ليلة 27، وبعضهم يرجح ليلة 21، وبعضهم يرجح ليلة 23. يدور عند المثبتين الأمر بين هذه الثلاثة. من يقول بالتنقل يقول إن الأحاديث الواردة في الباب لا يمكن جمعها على ليلة واحدة، فمثلا أبي يحلف أنها ليلة 27، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، ورؤي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 يسجد في ماء وطين، وجاء حديث آخر أنه سجد صبيحة ليلة 23 صلاة الفجر في ماء وطين. فهذه الاختلاف في الروايات جعلت بعض العلماء يقول إنها تتنقل، والحق نحن نحتاج إلى شيء مقنع أن نقول أنها تتنقل، إلا أن يقال، وهذا يعني مسلك سلكته ولا أدري يعني يجوز البوح به أو لا، وهو أن يقال إنها تصبح مرتبطة بيوم وليلة معينة لا بعددها. يعني كيف أشرحها هذه؟ يعني إذا قلنا مثلا إن ليلة 27، فليلة 27 مثلا في شهر في عام 39 غير ليلة 27 في عام 40 غير ليلة عام 38 غير عام 41 سيأتي، تختلف. واضح؟ هذا واضح. لكن إن قلنا مرتبطة بيوم وليلة معينة، مثلا يعني كتقريب الصورة، لو قلنا إنها ليلة الاثنين الأولى من العشر الأواخر، ليلة الاثنين الأولى من العشر الأواخر، ففي أي عام نبدأ نعد الليلة؟ ليلة الاثنين، يعني يوم الأحد في الليل ليلة الاثنين. هذا قد يوافق مرة 27، قد يوافق 21، قد يوافق 24، قد يوافق 25، تغير التواريخ، قد تغير التواريخ، لكن الليلة تبقى كما ثابتة. فيصبح المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرنا اليوم والليلة التي نزل فيها، لم نعتبر التاريخ. يعني لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ، وفي الحديث نبئ ليلة الاثنين، ليلة الاثنين، فلو أخذنا بليلة الاثنين وتركنا التواريخ يحصل التنقل ويمكن الجمع بين الأدلة. لكنني الحق لم أقف على أحد من أهل العلم لجأ إلى هذا الملجأ، لكن رؤية منطقية. لكنني في هذا في هذه الطريقة أقول أقرب إلى أن تصل أنت إلى مقصودك جمعا بين الأدلة. يعني المقصود أن تحدد هي ليلة الاثنين الأول أو الثاني، لأن العشر الأواخر سيكون فيها ليلتين اثنين، لأن السبعة أيام سيزيد، يعني قد يكون فيها ليلتين اثنين، سيمر يوم الاثنين مرتين قطعا، يعني فيكون ليلة الاثنين، قلت الأول أو قلت الأخير. فإذا عزمت على هذا الرأي نخرج من الإشكال القائم بأن هل هي ليلة 21 أو ليلة 27 أو ليلة 23، وهذا منحى في ظني جيد.